على حسب انت بتلعب ازاي مهم تستخدم اوراقك. بيتسو موسيماني بكل تاكيد عارف ده، لكن احيانا وده لسوء حظه مع ضغط المباريات بتخش المشاعر في الحسابات. بمعنى محمد شريف ماشي كويس يبقى اديله، حتى لو الماتش تكتيكيا ممكن ما يكونش لايق عليه. مجدي قفشه فايق اديله، حتى لو الماتش تكتيكيا مش محتاج مجدي قفشه وبيرسي تاو. بيرسي تاو مش موفق اديله لحد ما يجيب فورمه. فكره ان انا ابتدي احط المشاعر في الحسابات هي فكره منطقيه جدا في كره القدم. وفكره الكمبيوتر اللي سايق كره القدم مش دايما بتنجح. بالدليل بتاع ان توماس توخيل لما خرج الجول كيبر ونزل الكيبا بالظبط مندي ونزل الكيبا، هي حسابيه، هي عمليه اليه جدا، ان الكمبيوتر بيقول احصائيات كيبا بضربات الجزاء اعلى، التدريب عدد الفترات التدريب الحصص التدريبيه بتاعت كيبا اعلى. لكن لو ده مدرب طلياني مش مدرب الماني هيقول لك مندي عامل ماتش خرافي، سيبه هو اصلا نص لعيبه ليفربول حسن هو سدد الجول، فانت سيب مندي في الجول. فبالتالي المشاعر احيانا لازم تختلط بالحسابات، لكن عند بيتسو موسيماني لازم برضو ما تكونش المشاعر مسيطره، بالذات وهو مدير فني مستو الرئيسيه، مش انه بيلعب بطريقه لعب واحده موفقه، لا هو مستو الرئيسيه التكتكس والتغيير التكتكس الكتير بناء على المنافس وبناء على ظروف اللعب.